بعد ما شفنا المستوى الهائل اللي مع الأطفال كان لازم ينضم ليا المسؤولة المتخصصة عن البرنامج، فدلوقتي برحب معاكم بأستاذة بسنت. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية كنا عايزين نعرف من حضرتك الفكرة جات لكم إزاي وإيه الحاجات التانية اللي بتعملوها غير ريبورت؟ طب هو اولا زي ما بنعمل روبوتكس احنا بنعمل حاجات تانية زي البروجرامينج. ايدياز جيم برضو مسؤولة عن الاولمبياد بتاعة الماس والكيمستري والساينس، وبرضو في ناس بتسافر تبعنا او بتاخدوا تدريب تبعنا. في بقى سمر كامب ووينتر كامب، بيبقى فيه اكتر من تراك، يعني بيبقى فيه مثلا الكترونيكس، روبوت، اردوينو، بروجرامينج، بيبقى في اكتر من سن وفئه عمريه. ما انا عايزه حضرتك تقولي لي واحده واحده بحيث ان اللي بيتفرجوا علينا او اللي عيال الامور يفهموا لو عايزين يجيبوا ولادهم ايه الخطوات اللي بيعملوها، وكل طفل بتحطوه في التخصص بناء عن ايه؟ هو على حسب اولا السن بتاعه، يعني مثلا الروبوتكس على حسب السن، يعني في سن الصغير اللي هو من 7 ل 10 ده بيبقى ويدو، بيبقى بارت روبوت بس بيبقى حاجه سيمبل اكتر. بعد كده بقى بيخش على الايفي 3 واللي هو بيبداوا بقى، ولو الطفل مستواه كويس بيقدر يكمل ان هو يتدرب لتدريبات الدبليو ار او لحد لو عارف يوصل لمرحله زي كده. بقى لكم قد ايه تقريبا في الدبليو ار او؟ دي تقريبا ثالث سنه او لا اكتر من ثلاثه كمان، اكتر من ثلاث سنين. اكتر من ثلاث سنين. والفكره تقريبا جت لمين او ليه بالذات جامعه النيل؟ انا عايز اقول لك انها مش جامعه النيل بس، يعني ايدياز جيم ليها اكتر من فرع في اكتر من مكان، يعني لينا في اسكندريه في الجامعه اليابانيه، لينا مفروض في اسيوط بس مش فاكره اسم الجامعه ايه يعني، كمان محافظات ما شاء الله، في اكتر من محافظه واكتر من بس، فهو مش جامعه النيل بس هي جامعه النيل هنا، او بمعنى اصح ايدياز جيم ان يو انيفيشن لاب عمل حاجات اكتر، يعني تقريبا حاجه من الاساسيات بتاعتنا في ايدياز جيم هي ان يو. طب حضرتك ايه شروط الالتحاق؟ يعني انا كأم ايه الشروط اللي المفروض تتوفر في ابني عشان اقدر اجيبه مكان زي ده؟ اولا على حسب التراك، يعني يعني مثلا هو لو سن صغير فبيبقى حاجه لسه بيكتشف، فدي ملهاش اي شروط. جميل. فهو لسه بيكتشف، ممكن بقى عشان يخش الحاجه الادفانسد فبيبقى لازم شروط ان هو يكون عدى المرحله الاولانيه، مثلا حاجه زي الدبليو ار او لا بيبقى ليها شروط اكتر لان الطفل بيبقى لازم عدى على اكتر من مرحله، بيتعملوا فلتريشن في كل مرحله فيهم عشان يوصل لحاجه زي كده. وشرط يكون مثلا في مدرسه لغات ولا ممكن يبقى في مدارس عاديه؟ لا مش شرط خالص. اصل انا شايفه دايما مصطلحاتكم انجليش فانتوا بتستخدموا اكسبريشنات كتير. لا ما على حسب، يعني احنا بنتعامل على حسب، يعني في ناس بتيجي فرنش وفي ناس اللغات الثانيه اساسا والمدارس متوفر متدربين بيتكلموا جميع بالزبط. اللغات. جميل. طب حضرتك قولي لي غير شروط الالتحاق بالسن ايه الشروط الثانيه، يعني ماديا تقريبا كل الاسر ممكن يبقى متاح ليها سيجي؟ اعتقد ان الاسر بتدفع اوريدي اكتر من كده على اولادها، يعني مثلا بدل ما يجيبوا للولاد ايفون او يجيبوا الحاجات للولاد جيمز حقيقي. فهتبقى حاجه دي حاجات افيد بكتير، واكيد ما تقارنش السعر اللي هيدفعه بحاجه زي كده حقيقي اكيد خالص صحيح. يعني طب حضرتك قولي لي بتبقوا شغالين في الصيف بس ولا كمان اثناء الدراسه؟ لا بنبقى شغالين اثناء الدراسه بس بالنسبه للصيف بتبقى مكثفه اكتر لان بتبقى الناس فاضيه اكتر، بيبقى بقى ننزل كامبس بتراكس كتيره جدا، اما اللي بيبقى طوال السنه بيبقى الحاجات الادفانسد شويه، يعني مثلا الدبليو ار او بيبقى على السنه كلها، بتبقى الناس بتاخد ليفلز معينه وبتاخد الليفل اللي بعده وهكذا. بس السمر كامب او الوينتر كامب بيبقى التراكس الكتيره كلها بقى، الناس عشان لسه اللي عايزه تجرب، بالنسبه للاطفال الحاجات اللي بتبقى بتبتدي من الاول. والافضل بالنسبه لكم الطفل يجي لكم طبعا وهو لسه صغير فيكتشف الموضوع من بدايته، ده بيسهل عليكم كتير غير مرحله عمريه لما يجوا كبار. على فكره مش الفئه العمريه عامه، يعني مش ممكن نتعامل مع طفل عنده 11 سنه بس ممكن قدرته العقليه اكبر من ناس حقيقي. من ناس تانية من ناس كبار. هو على حسب الطفل او حسب الطفل كمان، لو حابب الحاجه اللي هو بيعملها بيبقى احسن بكتير. لا لكن البدايه السن كام بيبتدي يجي؟ يعني ممكن من 7 سنين على حسب. البدايه 7 سنين، ما ينفعش اقل من كده. لا هو اقل من كده بيبقى صعب علينا وصعب عليهم. صعب جدا، التواصل صعب. بالظبط. طب قولي لي حضرتك يعني الموضوع ده بيفيد الاطفال في ايه، او انت شايفه في المستقبل بيضيف لهم ايه؟ طب احنا لو جينا اتكلمنا مثلا على تراك زي الروبوتكس. تمام. طيب هو تراك الروبوتكس بيتكون من جزئين، هاردوير وسوفتوير.
سوفت وير، خلينا نقول ان كل حاجه دلوقتي ماشيه بالسوفت وير، مفيش طفل او مفيش اي حد دلوقتي غير بيتعامل مع موبايل سمارت فون حقيقي. فبيبقى جزء ان هو يتعامل مع، وده اكتر اتجاه شغل الاطفال تقريبا، فكره ان هو يتعامل مع السوفت وير بطريقه مختلفه بحيث ان هو يكتب الحاجه وتتنفذ قدامه، دي بتبقى طريقه مختلفه او بتبقى بالنسبه له متعه مختلفه تماما. ده مثلا للتراك الروبوتكس. مثلا للبروجرامينج الاطفال انها تعمل جيم بنفسها، لا حاجه تانية، بدل ما تقعد تجرب وتقعد تلعب وخلاص، لا هم بداوا بقى يفكروا او بيستخدموا ذكائهم بحاجه ان هم يصنعوا الحاجه بدل ما يبقى طول الوقت متلقي بس. بالظبط، هم بقى على حسب افكارهم هم بقى هيبدعوا براحتهم. جميل، وبالطبع بتخليهم اكتر يعرفوا هم عايزين لما يكبروا يكونوا ايه. بالظبط، يعني الفكره من السمر كامب ان هو بيبقى 5 ايام اسبوع، الطفل بقى بيجرب التراك بحيث ان هو يعرف بعد كده يبقى عايز ايه. وفعلا في اطفال يعني دايما اللي بيدخل ما بيجلوش لحظه يقول لك لا انا مش فاهم فممكن امشي، بتلاقيهم دايما متواصلين معاكوا بيجوا. هو على حسب، يعني في اطفال ممكن تبقى جايه مش عاجبها مثلا، بس دي بقى بتبقى الانستراكتور بيحاول بطريقه ما يحببه، لان احنا اهم حاجه عندنا ان الطفل يكون خارج حابب الاسبوع اللي هو فيه، بحيث ان ممكن اكتر من طفل يجي ياخد اكتر من اسبوع، بحيث ان هو بيبقى حابب اللي هو المكان، حابب يعني الانستراكتور عليه دور كبير جدا. جدا طبيعي. جدا اكيد. طب انتوا بتقدموا لهم ايه بعد ما بيجتازوا كل المراحل؟ يعني لو طفل معاكم من اول البدايه واجتاز كل المراحل، انتوا ك دبليو ار او او كمركز بتقدموا لهم ايه؟ طب يعني احنا عندنا مثلا ك دبليو ار او، يعني لو هو خلاص اجتاز كل المراحل دي وعرف ان هو يقدر خلاص يتأهل الكومبيتيشن وخلاص يقدر ياخد مركز على الناشونال ويسافر. ياسين انت اتكلمت معاه، ياسين سافر السنة اللي فاتت كسب من الكسب في التأهل. طب كويس انك بتقولي لي عشان هو ما قاليش، ياسين ما قاليش. التيم اللي سافر الكوستاريكا السنة اللي فاتت، وبرضو في يعني في تيمات تانية كسبوا تبعنا، كانت 2016 كسبوا مستوى تاني على العالم، مركز تاني على العالم. هي الفكرة اصلا جاية منين؟ يعني من اني بلد ابتديتوا انتوا تجيبوها هنا؟ من الصين مثلا؟ مش فكرة من بلد، بس الفكرة ان التعليم في مصر محتاج ياخد حقيقي يبقى بطريقة اظرف شوية. يعني الاطفال خلاص ما بقتش زي الاول انها تحفظ وخلاص، لا ما بقاش كده. الطفل دلوقتي بقى قدامه النت وبقى قدامه حاجات كثيرة جدا، فكرة ان احنا ناخد ونحببه في التعليم بطريقة اللي هو يقدر يفهم ويستوعب اكتر ويبتكر كمان. بالزبط. وده هدف ال WRO، ده هدف ايديا الجمعه مثلا، مش ال WRO بس. انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما متفوقين ودايما في نجاح، لان فعلا ده باين جدا على الاطفال، فكل الشكر ليكوا. شكرا جزيلا.